ركوب الحصان بدون سرج والتصوير زي كذا او تحكم بيد وتصوير بيد، حاول تمسك جوالك تطلع على سطح البيت او عفوا الجدار حق البيت الحوش، يعني مش امشي على شيء مرتفع ضيق مساحته مي كبيرة، يعني ممكن تطيح يمين او يسار تكون مرة عالية عشان تطيح ما تعور، بس امسك الجوال، يعني امسك الجوال كذا كانك بتصور نفسك وانت قاعد تمشي على طرف الجدار او قاعد تمشي على مثلا جنب بحر جنب مسبح الى اخره، لاحظ كم مره بتطيح او يختل توازنك لدرجه انك تضطر تكب الجوال او تثبته. تخيل انك راكب حصان دون سرج وقاعد تصور، وهو اصلا طبيعته ممكن يسوي شيء معين يدخل توازنك، يعني متحرك حيو يسقطك روغان انطلاق قمص الى اخره، فلن تقدر صعوبه الشيء والشخص قاعد يسويه بسهوله عشان تعرف صعوبته، يا اما انك تسويه وتعرف صعوبته او تسوي شيء مقارب له يوضح لك صعوبته.